الرقم الثاني على التوالي، حشد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أمريكا جمهورا واسعا في شيكاغو بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وحوالي 50,000 داعم، وسط هتافات منددة بمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس في وجه مرشح الجمهوريين دونالد ترامب. وكان للمؤثرين دور بارز في حملة الديمقراطيين الانتخابية. ركز المؤتمر في اليوم الثاني على نظرة مستقبلية أفضل للولايات المتحدة الأمريكية مع حملة هاريس الانتخابية، كما أبدى أوباما وزوجته ميشيل دعما قويا لهاريس، وألقى أوباما بثقله السياسي الكبير خلف هاريس وهي تسعى إلى صنع التاريخ في 5 نوفمبر كأول امرأة وأول سوداء وأول منحدرة من جنوب آسيا تنتخب رئيسة للولايات المتحدة. لدينا فرصة لانتخاب إنسانة أمضت حياتها كلها في محاولة منح الناس الفرص نفسها التي منحتها إياها أمريكا. ترامب ملياردير يبلغ من العمر 78 عاما ولم يتوقف عن التذمر بشأن مشاكله منذ أن صعد إلى سلمه الذهبي. أدعو الجميع إلى الوقوف خلف هاريس ومناشدة الأصدقاء والجيران على مدى الأيام 77 المقبلة من أجل انتخابها رئيسة للولايات المتحدة. وإلى ذلك، كانت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حذرت من أن ترامب يحاول تشويه هاريس. كل ما في وسعه هو محاولة جعل الناس يخافون منا. نظرته المحدودة والضيقة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصين مجتهدين ومتعلمين تعليما عاليا وناجحين، وكانا أيضا من السود. وانضمت هاريس إلى المؤتمر عبر الإنترنت من تجمع انتخابي في ميلوكي، ورفع المندوبون في شيكاغو لافتات كتب عليها الحرية. وبدوره تحدث إمهوف زوج هاريس عن أبرز مراحل حياته إلى حين تعرفه على هاريس، وقال إن زوجته تجد متعة في السعي لتحقيق العدالة، وأضاف كمالا محاربة سعيدة وهي تفعل لبلدها ما كانت تفعله دائما للأشخاص الذين تحبهم، وسيعود شغفها بالنفع علينا جميعا عندما تصبح رئيسة. وخارج مقر انعقاد المؤتمر تحولت مظاهرة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو إلى أعمال عنف لفترة وجيزة بعدما انفصلت مجموعة من نحو 50 شخصا عن الاحتجاج الأكبر وحاولت اجتياز حاجز للشرطة. وينعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي على مدى 4 أيام.